الكلام اللي قلته لي في التليفون ده حقيقي؟ ما ترد عليا. سارة تبقى بنتي. ايوه يا مصطفى، سارة تبقى بنتك. كنت متأكدة ان اليوم ده هيجي وهو جه. انت متأكدة من الكلام ده؟ متأكدة ان سارة تبقى بنتي؟ انا عارفة ان الموضوع صعب عليك، بس انا بقولك الحقيقة اللي محدش غيري متأكد منها. وازاي ما تقولي ليش الا دلوقتي؟ حسيت ان سارة هتروح مني كان لازم اقولك الحق بنتك. ليه تقولي لي الكلام ده دلوقتي؟ بقى تخبي عليا السنين دي كلها. عايزني اقول لك ايه يا مصطفى؟ ان الغلطه ما عدتش وخلاص زي ما اتمنينا، والنتيجه كانت ان انا حامل. عايزني اقول لك ايه؟ عايزني اقول لك ازاي كنت شايفه نفسي انا عايشه مع واحد ومخلفه من واحد تاني؟ اي كلام كان هيبوظ حياتنا انا وانت وتضيع كل حاجه في لحظه. كنت قولي لي وسيبيلي الاختيار، انما تجبريني اعيش حياتي كلها من غير ما اعرف ان اللي بنت. كان هيفرق ايه لو عرفت او ما عرفتش؟ كنت هتتعذب وبس. وانا يعني مستريح دلوقتي قوي. انت عارفه ان حكايه ساره دي كانت ممكن تغير حياتنا انا وانت، كان ممكن تكملي حياتك معايا انت وبنتي. هو السبب الحقيقي اللي ما خلانيش اقول لك هو ده، ان انا حافظه دماغك. بلاش احلام يا مصطفى، انت عارف وانا عارفه ان ما كانش ممكن اهد بيتي وحياتي. عارف يا مصطفى ايه هيحصل لو خبر زي ده وصل لمراد؟ مراته واقرب صديق لي سوا ومخلفه منه. انت عارف هيوصلنا لايه انا وانت؟ ما كانش هيهمني حد.